مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من الانبوكسنج. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بوكسات نفتحهم مع بعض. خلينا نبدا. طيب هذا البوكس الاول، شوف شو فيه. اوكي طيب، هذا عبارة عن باور ليد، هذه الكنترولر، وايرلس كنترولر للنينتندو عشان اللعب. هاي بتيجي باور وهاي وايرلس، وهاي الحلو فيها بتقدر تعمل سويتش لهاي الشغلة اللي هو الباتمز زي ما انتم شايفين في الخلف. مش هنفتحها لانه شغلة عادية. اللي بعدها البوكس اللي بعده خلينا نفتح. يوب شوفي هاي. اوكي هذا بوكس كبير بس في شغلة صغيرة. اوكي هذا عبارة عن باور بانك. باور بانك مستخدم لعمل باور، يعني في مفروض 2626 ألف، مفروض هذا 26 ألف. طبعا اللي أنا مش فاهمه يا جماعة، لحد هلأ بيسووا باور بانكس ب USB عادية، يعني بتسوي باور بانك خلاص كل الناس صارت على USB-C عشان سرعة الشحن. هذا هي 2 باور بانكس. anyway باور بانكس عادية هنجربها. طبعا تقيلة شوية لأنه مفروض فيها حجم كبير. خلينا نشوف هاي شو فيها. هاي شغلة. اوكي طيب، هاي فيها شغلتين، هاي طيب، هاي عبارة عن لمبة. هاي اللمبة الحلو فيها انه تاتش باتمز وفيها الشاحن تقدر تشحنه، وزي ما انتم شايفين تقدر تخفف وتزيد من اللايت. فيها تايمرز وفيها نايت لايت وريلاكس لايت، وفيها طبعا تقدر تعمل انكريز. هاي اللمبة حلوة كتير، هي مش وايرلس تشارجر. لو كانت وايرلس تشارجنج بكون نايس، بس للأسف طبعا هي بس لمبة، وفيها من وراء USB بتقدر تعمل تشارجنج للموبايل تبعك. هاي مش عارف شو هاي، شيء غريب هيك، حتى طريقة هاي عشان الغاز. احنا عندنا في الباربيكيو غاز بتبين لك قديش ضايل في الانبوبة. هاي كويسة كتير ومهمة طبعا عشان تحفظ الانبوبة وتعرف قديش ضايل فيها. فانا شريت تنتين لانه عندي انبوبتين، جرتين غاز، هنجربهم برضو. هاي مهمة كتير، احيانا بتكون تعمل باربيكيو بنص الباربيكيو تنقطع بده يكون فيش غاز. هاي مهمة خاصة اللي عنده جرة واحدة، اللي عنده جرتين يمكن يغير، بس اللي عنده جرة هذا صح. طيب اللي بعده، اللي بعده يا سعادتي، اشي غريب هذا البوكس، غريب. خلينا نشوف شو فيه. هيك شكله من برا حلو. اوكي عرفت شو هذا. هذا عبارة عن مساجرز. طبعا في ثلاثة مساج مود،
في هيتينج مساج بتقدر تسوي تسريع، هاي روتيتينج هاندل بتقدر تغير فيها 10 ساعات استخدام، و 8 مساج هيدز وهاي فريكوانسي. خلينا نشوف شو اللي بسووها. اوكي البوست تبعها عبارة عن شنطة حلوة، نفتح الشنطة ونشوف شو جوا. اوكي طبعا في عبارة عن شو بسموها هاي الكتالوج. طيب خلينا نشوف شو جوا هذا. طبعا واو اسمها يوريكار، يوريكار حجمها كبير، هاي ما بتتحرك للأسف. I think هون بتحط الهيد يس اون اوف من هون. اوكي هذه واو هاي حلوة، هاي رائعة. طيب خلينا نشوف وين اللايتس، حكى فيها لايتس، هاي اللايتس اللايتس اي ثينك انه هاي وين اللايتس. انا مش شايف لايتس، هاي شكلها لايتس بس اوكي مفروض هاي اللايت. anyway حنجربها، هاي بدها ريفيو لانه هاي يمكن اغلى شيء شريناه اليوم 200 وشي دولار 250 بس. طيب حنعملها ريفيو، خلينا نشوف اللي بعدها. اوكي اللي بعدها هذا البوكس، ماذا هناك؟ كيس. اوكي عارف شو هدول، هدول هم 42 دولار سوري، هدول اوتدور للاوتدور كلوز، للاوائل الاشياء اللي بتحطها برا. احنا بنحط الكراسي بالشتاء والهاي فبتخرب. هاي مفروض يس هي عبارة عن الغطاء، يعني غطاء للأشياء اللي بتنحط برا، وهاي مهمة كتير للناس اللي عندهم شغلات مثلا طاولات أو كراسي. أنا مثلا عندي الكراسي مع الشتاء والشمس والثلج وكل هاي الشغلات، للأسف في منهم بتكسر لأنهم بلاستيك معظمهم، وفي منهم أحيانا بكونوا في قطع قماش عليهم فلازم تحفظهم. فهي عبارة عن زي حافظ فوق اللاي. هذي بدنا إياها. إيش إيش جواها؟ حاطين ال. طيب اللي بعده هذا نشوف شو فيه. أوكي دوكي. أوه ممتاز. هذا يا جماعة للآيباد شريناهم، هم أعتقد 14 أو 15 دولار. تيمبر جلاس للسكرين بروتكتينج، المفروض إنهم نوعية كويسة. نحطها هون نشوف شو جوا الايباد. ضلهم يوقعوا الايبادات هدول. طبعا اللي كاتبين انه في عليها كوتينج وماكسيموم لامينيت وجود تاتش، تنتين مفروض بيجوا. ايوه هاي واحدة وهاي الثانية.
مظبوط، هذول للايباد. اني واي هذول العاديات يعني الكل بيعرفهم. خلينا نشوف اللي بعده. اوكي دوكي، اوكي هير كولورينج، اوكي انستنت هير كولورينج، هاي عشان الصبايا لما بيلعبوا، للبنات الصغار شارين اياهم، زي كوم زي مشط، وبتحط بس بتمشط فبطلع الوان وبنغسل يعني نون. طيب الاخير، هذا الاخير اوكي، هذا عبارة عن بروجيكتور. اوكي هذا البروجيكتور، هذا نوع هوم ثياتر بو ميكر. اوكي مفروض يجي معاه شغلات كمان. اوكي للأسف جاي لحاله، غريبة. مفروض عليه، شوف بال حقه 150 دولار، هذا بالصورة حاطين لك انه هذا معاه بالصورة حاطين انه معاه ستاند زائد معاه محفظة عشان تحفظه، للأسف ما في شيء. anyway هنشوف كيف وضعه هذا. احكوا لنا اذا عجبكم هذا الفيديو، نكمل في هالفيديوهات. اذا شفتوا اللايك لايكوا، اذا شفتوا الشير شيروا، واذا شفتوا السبسكرايب سبسكرايبوا. وان شاء الله نراكم في حلقات قادمة. سلام للجميع.